وهكذا تعهد أن يستأصل ذرية آدم بالضلال، وطلب من الله أن يمهله ويؤخره، فاستجاب الله لطلب إبليس ابتلاءً واختباراً للعباد ولحكم يريدها عز وجل. فكان إبليس أطول من في الأرض عمراً، فمكث فيها من أول البشر مع آدم، وسيبقى إلى قيام الساعة لا يموت، حتى يأمر الله بالنفخ فيصعق ويموت مع من بقي على الأرض. والدليل على أن إبليس سيبقى تأخير الله له، عندما طلب من ربه فقال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، وهكذا يبقى طويلا في العمر سيئا في العمل. مكث يتربص ببني آدم حتى أغوى أحدهم بقتل أخيه، ولم يستطع أن يصل في البداية إلى إيقاع ذرية آدم في الشرك، فلبث يزين لهم المعاصي 10 قرون حتى ظفر منهم بشرك عظيم في قوم نوح، واستطاع أن يخدع أولئك القوم برجال صالحين. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يدعون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وحصل الشرك لأول مرة في الأرض بعد نزول آدم إليها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، رواه البخاري. واستمر إبليس في الإغواء بعد إهلاك قوم نوح، فاجتهد في عاد وثمود، وقال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وجعل يغر الكفار جيلا بعد جيل، حتى صار الجيل الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت الحرب بينه وبين الكفار. كان الشيطان يؤز الكفار أزا، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكانت قبيلة قريش بمن معها تخشى من بني كنانة، فجاءهم إبليس على صورة سيد بني كنانة لكي يقول لهم: إنا لن نغير عليكم، وهكذا شجعهم على قتال المسلمين. فخرج المشركون إلى بدر، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، ولما رأى الملائكة عرف أنه لا تقوم للكفار قائمة، وقال حينئذ متبرئا: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهو كذاب أشر لا يخاف الله. وقد غر قريشا فكان القتل فيهم، فقتل من صناديدهم من قتل، فقال حسان رضي الله عنه: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا،
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار. وجاء إبليس يوم بدر في جند من الشيطان، معه رايته في صورة رجل من بني مدلج كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فقال للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين ولى مدبرا، فقال الرجل: يا سراقة، أي الذي تمثل بصورته إبليس، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفي اجتماع المسلمين على العبادة والطاعة موسم عظيم لإذلال إبليس، ولذلك ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. وأيضا فإن الشياطين تصفد إذا دخل رمضان، ففي مواسم الطاعة والعبادة تكون الشياطين أغيظ ما تكون وأحقر ما تكون وأهون ما تكون وأضعف ما تكون. هذا الشيطان الذي يوسوس للإنسان بالكفر والشرك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وقد قيل إنها نزلت في راهب تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني تلبسها وأصابها بالجنون، ولها إخوة، فقال لإخوتها موسوسا لهم: عليكم بهذا القس يداويها. فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت، فعمد إليها فقتلها بتسويل الشيطان. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطعني أنجك، فاسجد لي سجدة. فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قول الله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فتخلى عنه إبليس فصلبه إخوة المرأة.